لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم 1400 صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. إذا قرأت الآية تقول اللهم إني أرضى عمن رضيت عنهم. وإذا سمعت قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين خرجوا معه إلى تبوك 30,000 صحابي، تقول اللهم تب علينا كما تبت عليهم. إذا سمعت قول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ماذا يفعلون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هم الصادقون، ما قال الكاذبون المتبعون للشهوات المرتدون الكافرون. ثم قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، ماذا ما هو شعورهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم تكلم الله عنا نحن، عني أنا وأنت وفلان وفلان. ماذا قال الله عنا نحن؟ والذين جاءوا من بعدهم، أنا وأنت، ما هو المطلوب منا؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهل طبقنا هذا يا جماعة؟ هل أنت ليس في قلبك غل على أحد من الصحابة، سواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أي واحد من الصحابة، ليس في قلبك غل على أحد؟ إذا كنت من هؤلاء أبشر بالخير، وأنت إن شاء الله تكون مقربا إلى الله جل وعلا. وأقول أيضا قبل أن أختم يا إخواني، يوم القيامة والله سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا الكلام هذا اللي في الكتاب والسنة، وقالوا ربنا، إيش اللي جاب لهم المشاكل؟ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. طيب ماذا فعلوا بكم؟ فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله تعالى في آية أخرى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، للذين كانوا يبجلونهم ويعظمونهم يحضرون دروسهم ويدرسون عندهم الكتب ويتبعون فتاويهم ويأخذون كلامهم دون أن يعرضوا على الكتاب والسنة، ماذا قال الضعفاء للذين استكبروا؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، إذا جاءوا يوم القيامة المستضعفون وقالوا للذين استكبروا أنتم عملتم فينا أنت كنت تفتينا أن هذا كافر صار ليس كافرا صار حبيب إلى رب العالمين، أنت كنت تفتينا أن هذا القرآن ناقص صار كاملا، كيف أنت تقول ناقص؟ أنت كنت تفتينا أن فلانا محبته تقربنا إلى الله صارت تبعدنا، أنت كنت تأخذ من الأموال وتقول سأتصدق بها ما تصدقت بها، أنت كنت تقول كذا وكذا. يبدأ الذين استضعفوا يخاصمون الذين استكبروا فيقول الذين استكبروا نحن ما فعلنا شيئا لا نغني عنكم شيئا ولا أضللناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. اسمع كيف يرد الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وهم يتبرؤون منهم ما لي فيك علاقة ما لي فيك دخل أنا متورط بنفسي، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. مكر ليل ونهار، تحدثنا في الصباح تحدثنا في المساء وفي الظهر وتؤلف كتب لنا وتعطينا أشرطة وتدخل علينا في الإنترنت وتأتينا في أماكننا وتحضر زواجاتنا وأعراسنا ورائمنا وتحدثنا كل مرة بنفس الكلام إلى أن أقنعتنا به وظننا أنه هو الحق، ثم بعد ذلك تقول لا والله أنا ما كنت على حق ولا على صواب والآن تبين الحق. يا أحبابي يا إخواني، في كل بلد من بلدان العالم ينبغي أن نعود إلى الله وأن نعرف الحق من الكتاب والسنة، ولا يغرك والله أنك نشأت على كذا أو أن أباك مات على كذا، إذا جاءك الكتاب والسنة ضع كل الكلام الذي يخالفهما جانبا واتبع ما عند الله تعالى. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا.